السلام عليكم. اللي مع وصفات مريض ان شاء الله راح نديرو طاجين سكالوب، ولا تقدري تستعملي الصدر تاع الدجاج، لكن وصفه رائعه. واش غنحتاج في هذه الوصفه؟ اول حاجه عندي هنا قطع تاع السكالوب، قطعتهم قطع صغيره، وهنا عندي مغرفه كبيره تاع الموتاغ. ما عندكش الموتاغ باش تعوضيها، عوضيها مغرفه كبيره ولا زوج مغارف تاع الخل. اذا ندير هذاك السكالوب هذاك، نديرو هذاك السكالوب. هذيك الموطاد واش تخلي تخلينا انو السكالوب تاعنا هذاك راح يولي لنا طري، على هذا نستعملو لا موطاد. ما عندكش كيما سبق وذكرت، ديري زوج مغارف كبار تاع الخل، ندير لهم شويه تاع فلفل اسود. انا شوفو يعني وصفه بسيطه وسريعه التحضير. شويه تاع الكوري، ما عندكش طبيعه الحال ديري شويه تاع راس الحانوت. ندير معاهم شويه تاع الكركم، ندير الملح، قيس السكالوب تاعي ونشفه مني درت الملح هكذا باش ما نملحوش الوصفه تاعنا. اذا نخلطهم ونديرهم يرتاحوا في الثلاجه على الاقل. اذا نخليهم على الاقل نص ساعه، كما تقدري ديريها الصباح وتخدميه العشيه. المهم تخليه يرتاح باش هذاك السكالوب تاعنا يتشرب ويزيد يطرنا. اذا نغطيه نخليه يرتاح ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. بعد ما ارتاح لي هذاك السكالوب، هنا عندي بصله درت لها شويه تاع الزيت، خليتها حتى طاحت لي مليح هكذا باش الطاجين تاعنا يجينا بنين. نزيد عليها هذيك الكميه تاع السكالوب اللي كنت يعني رقدناها في هذاك الخليط، ونطيبو مع هذاك البصل حتى يطيب لنا، بلا ما ننسى اني راني درت الملح في السكالوب هكذا باش ما نزيدوش الملح ويولي الخليط تاعنا مالح. بعد ما طاب هذاك السكالوب، هنا واش نزيد له؟ عندي كميه تاع الزيتون مقطع دوائر وكميه تاع المايس. هاد المقادير يعني اختياريه، لكن يعطونا بنه للطبق تاعنا. طبعا هاد الحاج الزيتون ديريه في الماء باش يروح له هذاك الملح. نقليهم مع بعض ونضيف عليهم حوالي دبه تاع الطوماطيش مقطعه الى مربعات باش نرجع الطبق تاعنا فقط غني. اذا نقلي كلش مليح، ونخلوه حتى يتجمر لنا. بعد ما طابت لي هذيك الطوماطيش، هنا واش نضيف لهم؟ راح ندير لهم لا كريم فريش الخاصه بالطبخ، يعني تاع القرعه مثلا هذه ما حنستعمل، هذه الخاصه بالطبخ. اذا نضيفها على الخليط تاعنا بهذه الطريقه. بهذه الطريقه يعني هذا السكالوب تاعنا مش راح يجيك ناشف، راح يجي رائع. باش تقدري تعاودي لا كريم فريش طبيعه الحال تقدري تعوضيها 2 علب تاع الياغورت طبيعي، ولكن ما تخليش يغلي بزاف فوق النار. نعرفوا ان الياغورت طبيعي ماشي كيما لا كريم فريش. اذا نخلوه شويه يغلي حوالي 5 دقائق هكذا باش تقل لنا لاصوص تاعنا. بعد ما غلات لي حوالي 5 دقائق نطفي عليه، والخليط تاعنا راهو واجد. شوف داك لاصوص يعني ولات ناعقه، ونطفوا على الخليط تاعنا ونعمر لي مول تاعي. فقط انا اليوم حبيت ندير في اطباق فرديه، وكل واحدة بطبيعه الحال دير واش حبت. مثلا العائله تاعك يعني كبيره، تقدري تزيدي تقلي بطاطا ولا تفوريها ولا تغليها وديريها في القاع تاع المول، وديري عليه هذا الخليط تاع السكالوب راح يجي رائع رائع رائع. اذا نعمر المول تاعي، من بعد ندير على الوجه تاعهم كميه تاع الجبن المبشور. دائما نستعمل الشيدر، انا نستعمل الشيدر لانه مام الشيدر وفيه انواع. انا نستعمل تاع 120 في الكيلو. إذا ندير على الوجه تاعو، ندخلهم الفرن على 200 درجة، ياخذ لون ذهبي فقط، يعني تجمريه شعلو من الفوق شويه خليه يحمر لك وخرجي، لانه طايب ما نخلوهش ينشف بزاف هكذا باش ما يجيناش ناشف الطاجين تاعنا. اذا ندخلوه يتجمر حوالي ربع ساعه ونخرجوه ونعاود نرجع لكم. طاجين السكالوب تاع نهار اليوم هو معنا واجد، يجي رائع ما يجيش ناشف ويجي بزاف بنين كما سبق وذكرت.
اللي تكون عائلة كبيرة تقدر تزيدي بطاطا مقلية ولا تفوريها ولا تغليها بالملح بطبيعة الحال. إذا ها هو الطاجين تاعنا واجد، شوفوا كيفاش يجي، يعني ما يجيناش ناشف، يجي بزاف بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.